أعلن في القاهرة عن تأسيس أول حركة معارضة قطرية تحمل اسم الحركة الشبابية القطرية للإنقاذ. وقال مؤسسو الحركة أنهم جمعوا أكثر من 30,000 توقيع من الشباب القطري ضد ما وصفوه بتجاوزات العائلة الحاكمة في حق الشعب القطري. ووفق مراقبين سياسيين فإن هذه الخطوة ستعمل على تصعيد التوتر الناشب بين القاهرة والدوحة. من القاهرة، ومع حلول الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، انطلقت أول حركة معارضة لنظام الحكم في قطر تحت مسمى الحركة الشبابية القطرية للإنقاذ، والتي تضم وفق مؤسسيها أكثر من 32,000 شاب قطري وقعوا على وثيقة تمرد ضد النظام الثاني بسبب ما وصفوه بالتجاوزات في حق الشعب القطري والعربي. لقد قررنا تحمل مسؤولية الأصلاح في الوطن، بل ونعتبرها بداية لإخراج قطر إلى العهد الجديد، عهد ديمقراطي مبني على مبدأ حقوق الإنسان وحرية التعبير، بحيث يكفل للمواطن القطري حق الدفاع عن مواطنته. احتضان القاهرة غير الرسمية للمعارضة القطرية سيصعد وفق مراقبين توتر العلاقات مع الدوحة التي تدعم الإخوان المسلمين ماليا وسياسيا، وتشن هجوما إعلاميا شرسا ضد النظام الجديد في مصر. وفي الوقت ذاته نفى عدد من المتحدثين وجود أي دعم من قبل الحكومة المصرية لتلك الحركة المعارضة. لم أجد استجابة من الحكومة المصرية إلى الآن. حاولنا بقدر المستطاع أن احنا نتصل بعدد من جدا من الرموز، المكالمة الأولى وبعد كده ما بقوش يردوا على التليفون. معرفش هل النهاردة قطر لها هذا النفوذ موجود لسه في صفوفنا ولا لأ. حركة تمرد المصرية التي لم تغب عن المشهد باركت إعلان تلك الحركة الشبابية القطرية وتحدثت عن استعدادها لتقديم أي دعم. تمرد مصر تعلن أنها ستقدم يد العون وكل ما تطلبه الجبهة المعارضة القطرية أو تمرد قطر، مهما كانت الصعوبات اللي هتواجهنا سنسعى جاهدين لأن نوفر كل احتياجاتهم، وإن شاء الله في ذكرى هذا اليوم سنعلن استقلال قطر من على أرض الدوحة إن شاء الله. ربما يرى البعض أن إعلان تأسيس الحركة الشبابية القطرية للإنقاذ أو ما يسمى بتمرد قطر محاولة حقيقية لتشكيل معارضة قطرية هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي القطري، وربما يرى آخرون أن تلك المحاولة لن تؤتي أكلها نظرا للتركيبة السياسية المعقدة التي تميز نظام الحكم في إمارة قطر. ولكن هذا وذاك يجمعان على أن حراكا سياسيا ومجتمعيا قد دب في هذا المجتمع. من نقابة الصحفيين جمال دياب، الغد العربي، القاهرة.